نتمنى على الله الأجيال الشباب اللي مواليد 2000 فما فوق ما يتحرموش من معرفة هذه الأسماء هذه، وما يتحرموش الأنفس ديالهم ما تحرمش من معرفة واكتشاف هذه الأصوات وهذه الأغاني، لأنهم إذا كانوا عندهم انتماء وحس انتماء وحب الانتماء ما تستكمل الانتماء ديالهم كناطقين بالعربية أو كعرب أو كمسلمين، رغم أن الفنان المسيحي في التسبيح ديالو قرب من الله سبحانه وتعالى، وخطاب وتكلم ونداء ودعاء لله سبحانه وتعالى. فتنتمنى الله من أجيال ديالنا الشباب باش ما يحاولوش يقلبوا على فقط على ما يبرز على السطح من في الجيل ديالهم، يقلبوا في أعماق السطح وشوفوا الأجداد ديالهم شنو خدموا من خلال اللغة العربية لا تموت ولن تموت، من خلال جمالية الشعر العربي وما معطانا الله من أصوات عربية جميلة، من بينهم الفنان وديع الصافي اللي اختار الأغنية ما كنعرفوش الكاتب ديالها، الكاتب غير معروف ولكن اختارها لما فيها من جمالية، هي بحل نسمة خفيفة تتعبر وكتهب لأي في أي لحظة كيكون الإنسان مشغل بهموم الدنيا، ملي كيسمعها كتطفى ديك النار ديال التوتر ديالو، كيحس بواحد الراحة وواحد السكينة. سبحان من جملك بالحسن أو جللك، دغدغت عودي على يدي وغنيت لك. جرس وإيقاع شعري رائع وجميل، وزادوا وديع واحد خفة روح وهمسة ذات إيقاعات خفيفة وأيضا بطيئة في نفس الآن، وفيها صعود ونزول كتخلينا دائما مستترنح طربا ورقصا لهذه الكلمات وهذه الأغنية وهذه الصور الشعرية الجميلة.